خليني ابدا بقى كلامي وهبدا مع النادي الاهلي اللي عندنا فيه شهر مباريات مهمه جدا زي ما حضراتكم اكيد عارفين، واكتر من تحدي مطلوب ان شاء الله ان هو يتم حسمه كمان بشكل كبير وشكل سريع، لان انت عندك الشهر اللي احنا فيه ده يعني اذا صارت الامور بشكل ايجابي وزي ما احنا متوقعينها هتقدر انت تحصد فيه كل او بنقول بطوله على الاقل جديده، وتستعد كمان لاكتر من بطوله بعد كده اولها لو احنا هنتكلم طبعا بطوله الدوري اللي خلاص انت فاضل ليك حاجات بسيطه جدا يعني تاتشات بسيطه جدا، ودلوقتي كمان انت متبقي للاهلي كمان لو هنتكلم خصوصا في شهر يوليو مسابقه كاس مصر انا مش عايز انسى، وعندنا مباراه مع الداخليه في الدور طبعا ثمن النهائي في نهايه الشهر، كمان عندنا مع بدايه الشهر اللي جاي بطوله جيده جدا او قويه جدا مطلوب كمان انك تستعد ليها من دلوقتي بشكل احترافي وما فيهوش نوع من الراحه، يعني انا اعتقد هيبقى في كلام او الكلام ده ممكن شويه يبقى فيه شكل من الضغوطات يا كريم، بس هو ده الحال للاسف الشديد، انت ما عندكش رفاهيه ان انت ما تكونش مركز بطاقه 100%. بطولة السوبر الافريقي اللي انا بتكلم عنها اكيد برضو هتكون مناسبة مهمة جدا لجماهير النادي الاهلي في كل مكان بقى امام يعني اتحاد العاصمة الجزائري بطل كاس الكونفدرالية الافريقية، هتكون اكيد يعني منافسة ولقاء قوي جدا، عشان كده انت بتتكلم عشان كده ابتديت كلامي بقول ان عندك تحديات كبيرة جدا في يوليو كمان في منتهى الأهمية، وهتبدأ بإذن الله خلاص من بكرة مباراة كلاسيكية مع النادي الإسماعيلي، وهتفضل مباراة الأهلي برضو وإن عدى الزمن والأجيال المختلفة في الأهلي والإسماعيلي، بس هتفضل مباراة الأهلي مع الإسماعيلي زي ما بيتقال كلاسيكو الكرة المصرية، يعني أي كان وضع بقى الإسماعيلي الترتيب بتاعه على كل حال إحنا مطلوب إننا نحسم الأمور بشكل أكبر أو بشكل أسرع وناخد الثلاث نقاط، فبالتوفيق إن شاء الله في كل البطولات والمنافسات اللي جاية. معاكي جدا في تفصيل تكون ماتش الاهلي والاسماعيلي من قديم الازل ماتش كلاسيكو من كلاسيكيات يعني كره القدم المصريه، النادي الاسماعيلي طول عمره فريق كبير وطول عمره ملقب ببرازيل مصر، والحقيقه حتى لو في فترات بيمر بيها بكبوة ما عثرة ما، لكن الحقيقه يظل دايما طبعا النادي الاسماعيلي اسم كبير وليه تاريخ كبير وليه محبه كبيره جدا في قلوب المصريين كلهم مش بس الناس اللي بتشجع النادي الاسماعيلي. طبعا مش محتاجين نقول لحضراتكم ان حسم الثلاث نقاط لماتش الاسماعيلي وماتش الاتحاد اللي بعده هيخلي عندنا فرصه كبيره جدا ان كولر يقدر بقى يريح اكبر عدد من اللعيبه الاساسيين بعد حسم بطوله الدوري، لان احنا لو بصينا على الجدول هنلاقي عندك بعد الاسماعيلي ماتش الاتحاد يوم 8 يوليو، بعديه يوم 13 يوليو ماتش الزمالك، وطبعا ده لو احنا بنقول ماتش الاهلي والاسماعيلي كلاسيكو، فماتش الاهلي والزمالك طول عمره ديربي مستقل ايا كان وما بيتلعب في اي بطوله دوري كاس في اول الموسم في نصه في اخره، دايما ماتشات الاهلي والزمالك ليها خصوصيه شديده جدا وطبيعه خاصه، يعني كل دي امور هتمثل اجهاد اضافي على لعيبه النادي الاهلي اللي هم اصلا يعني طبعا مجهدين بما يكفي، وما ننساش كمان ان هم قوام يعني كتير من لاعبي المنتخب وحتى المحترفين على فكره كلام برضو ينطبق عليهم، علي معلول، اليو ديانج، بيرسي تاو، ما كل واحد من الثلاثه لاعب اساسي جدا مع منتخب بلاده، ده طبعا بالاضافه ان في مجموعه كبيره من اللعيبه مع المنتخب الاولمبي في المغرب، يعني احنا بنتكلم في اكثر من 11 12 يمكن 13 لاعب مثلا في المنتخبات القوميه المختلفه، طبعا لعيبه النادي الاهلي كالعاده قدها وقدود، وان شاء الله نقدر ندخل منافسات الموسم اللي جاي بشكل افضل بعد ما نحسم الفوز بالدوري وكمان فوز بكاس مصر والسوبر الافريقي. زي ما كنا بنتكلم منافسات اكيد كتيره ومنافسات كمان مهمه جدا.